السلام عليكم. ما سمعت والو. السلام عليكم. مازالكم راقدين بصوت عالي كاع مع بعض. السلام عليكم. حابين عمو يزيد يجي عندكم؟ مازالكم راقدين. حابين عمو يزيد يجي عندكم؟ يلا ملك كامل مع بعض بصوت عالي كامل. عمو يزيد. بلي فور بلي فور. عمو عمو. سلام عليكم. سلام سلام. شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم. سلام سلام. شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا. إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. مساء الخير يا أطفال. حبيت شكون يقدر يقول لي من يومين فقط، من يومين كان تاريخ استشهاد بطل كبير شهيد. من يومين فقط يوم 22 استشهد بطل جزائري معروف معروف. شكون يقدر يقول لي شكون هو؟ شكون؟ بينجو. شوف شكون اللي يعرف؟ شوف شباب هذا، اعطي له الميكرو واسمك. لا، بدر الدين. بدر الدين، وين تسكن بدر الدين؟ في تحت هذا. تحت شو؟ جيتوا على رجليكم ولا في المترو؟ في المترو. في المترو، عجبك المترو؟ ايه. ايه برافو. شحال في عمرك وليدي؟ 10. 10 ايام؟ 10 سنين. 10 سنين، عم بالي 10 شهور. إذا وليدي شكون هو الشهيد البطل اللي استشهد منذ يومين؟ يعني تاريخ يعني عيد ميلاد استشهاده كما يقولوا. العربي بن مهيدي. لا 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 لا. شوف الشابة هذه، شوف الشابة هذه، واسمك؟ واسمك بنتي؟ ماريا غزلان. واسمك؟ ماريا غزلان. واسمك؟ ماريا. ماريا، اسمك شباب. شحال في عمرك ماريا؟ 8 سنين. 8 سنين. تقراي؟ شحال جبتي معدل؟ 8. واو، صفقوا عليها 8 على 10. شاطرة شاطرة. وش هو الجواب؟ مصطفى بن بولعيد. برافو، تعالي بنتي تعالي تعالي. مصطفى بن بولعيد، تعالي بنتي تعالي، ارواحي ارواحي الشطرة. إذن يوم 22 مارس هو يوم استشهاد البطل الشهيد. شكون بنتي؟ مصطفى بن بولعيد. مصطفى بن بولعيد رحمه الله. إذن بنتي أعطيني الهدية تاعها، أنا نحب الشاطرين. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه لي. إذا بنتي رامي
راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع عمو يزيد يهديك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله. شكرا. العفو العفو، أنا نحب الشاطرين، تفضلي بنتي. إذن يا أطفال، تاريخنا مهم أننا نعرفوه ومهم جدا. يا أطفال، تعرفوا معنى الاحترام؟ تعرفوا؟ عندي قناعة تامة باللي المجتمع ما يقدرش يكون مجتمع آمن ونعيش بسلام وتعايش إلى ما كانش فيه الاحترام. على بالكم واش هو الاحترام؟ حاجة سهلة بسيطة، أنك تعامل الناس كما يعاملوك، أنك تعامل الناس كما يعاملوك، ولكن الشرط المهم هو أنك تعامل الناس كما تحب أنهم يعاملوك. إلا حبيتهم يلقيوا عليك السلام لازم تلقي السلام، حبيتهم كي يجوزوا على داركم ما يعيطوش ما يهدروش بصوت عالي أنت ما تهدرش بصوت عالي، حبيتهم لما يجوا عندك للبيت يستأذنوا قبل ما يدخلوا ما يفتحوش الباب مباشرة، لازم أنت كي تروح لعندهم تاني تستأذن. مثلا تحب واحد راك في لاشان هكذا وسبقك تحب ما يسبقكش، لازم أنت ما تسبقش الناس. إذن الأغنية اللي دارها عمو يزيد على الاحترام هو حوار بين طفل والوالد نتاعو، يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. الأب تاعو واش يقول له؟ يقول له لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. مهم جدا يا أحبائي الاحترام، لازم. ونقول تاني هيا وقر هذا صغير، لازم العطف على الصغير واحترام الكبير يا أخي أطفال. إذن يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يلا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هيا وقر هذا صغير، دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير، دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح
شكرا 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 شكرا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. يا أحبائي الأطفال الاحترام مهم جدا. دراري صغار احنا مسؤولين عليهم. واحد ما يجوستيفي يقول لك هذا طفل صغير، لأنه طفل صغير هو مرآة للمجتمع ومرآة لعائلته. إذا كان شاف بلي والديه يعلموا له القيم الحميدة، أنه يقدر الناس، أنه يحترم، أنه راح يكبر هكذاك. حتى في المدرسة كي تشوف تشوف أطفال ماشي كيف كيف، تسيب واحد متخلق وتسيب واحد تسيبه خفيف شوية تسيبه. ولكن مسؤوليتنا أننا نربي ولادنا، مسؤوليتنا أننا نعتني بولادنا. ما لازمش نقولوا هذا ابن الآخر ولا هذا تختي راسي ماوش وليدي. ولا مسؤوليتك أنك هذاك الطفل تاني راه كيما وليدك، لأنه وليدك تاني لما يتلقى به الأب الآخر ولا الأم الأخرى راح تعتني به. هذا مهم جدا يا أطفال. مادام رانا في وسط جميل كما هذا تاع البيئة وكامل، عمو يزيد دائما 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 يتكلم على النظافة. النظافة مهمة جدا 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 يا أخي أطفال. نقول فيها نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس. يا أخي ونقول فيها كذلك اصرف على الناس الأذى. مهم جدا يا أطفال أننا ما نأذيوش الناس. الاحترام مهم. نغنوا أغنية النظافة، هذا وعد، لازم نكونوا نضاف. يا أخي النظافة على بالكم كاين نظافة الجسم وكاين نظافة الذهن. لازم المخ ديالك تاني يكون نظيف، أنك تكون بعيد على التوسويس، بعيد على كاع الأشياء اللي ما تخليكش تعيش مرتاح. الحب، حب الأصدقاء، احترام الأصدقاء، هذه نظافة النفس، أنك تكون متسامح، أنك تكون لطيف كذلك. يا أخي يلا نظف مكانك من دنسي واحفظ جمال الملبس. النظافة يلا. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، طاهر بقلب مخلص اسعى الى اجمل حياة. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس، طاهر بقلب مخلص اسعى الى اجمل حياة. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من جلس واحفظ جمال الملبس، طهر بقلب مخلص اسعى إلى أجمل حياة. أجمل طهارة نفسك تمضي فداء المدرسة، كما تكون في بيتك كن فيها راعي مخلصة. أجمل طهارة نفسك تمضي فداء المدرسة، كما تكون في بيتك كن فيها راعي مخلصة، كن فيها راعي مخلصة. نظف مكانك من جلس واحفظ جمال الملبس، طهر بقلب مخلص اسعى إلى أجمل حياة. ترضى للبيت الجمال، ترضاه للجار القريب، اصرف على الجار الأذى، الله أوصى والحبيب. ترضى للبيت الجمال، ترضاه للجار القريب، اصرف على الجار الأذى، الله أوصى والحبيب، الله أوصى.
مساوى الحبيب. نظف مكانك من دنسي واحفظ جمال الملبسي، طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من وسخي واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من وسخي واصرف على الناس الأذى، تلقى من الخير الكثير، تلقى من الله الرضا، تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من دنسي واحفظ جمال الملبسي، طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. أعطونا تسويقة كبيرة لكم، تسويقة حرة. شكرا شكرا شكرا. إذ ترضى للبيت الجمال إرضاه للجار القريب. يا أخي أحبائي، الجار مهم جدا في حياتنا، الجورة مهمة، اصرف على الجار الأذى. على بالكم يا أحبائي، الجار راهو كيما خونا، الجار مهم جدا جدا جدا، يجب الاعتناء بالجار. جيبوا لي العروسة هذه، تعالي تعالي تعالي، ما نقدروش ما نهضروش معها، بالعكس نرحبوا بك. مرحبا بك، واش راكي واش راكي لاباس؟ عندي سهيله، قعدي معنا. انا مادام شفت سهيله ما نقدرش ما نغنيش اغنيه درتها. وقتاش كان اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه اللي عمو يزيد دار فيه حفل كبير في رياض الفتح؟ وقتاش؟ 14 مارس. ولكن السؤال ماشي هذا، 14 مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وقتاش اليوم العالمي؟ اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، شكون اللي يعرفوا؟ واسمك بنتي؟ سوريا. سوريا، شحال في عمرك؟ 11. 11 شنو اليوم؟ 11 سنة. معليش، واش مسنة تقراي؟ أولى متوسط. شحال جبتي المعدل؟ 13.80. 13.80، برافو برافو بنتي، برافو برافو، شاطرة شاطرة شاطرة، برافو. واش هو الجواب؟ 3 ديسمبر. يوم 3 ديسمبر، تعالي بنتي تعالي تعالي. إذن يا أطفال، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم 3 ديسمبر. تعالي أعطيني الهدية تحت الشاطرة هذه. إذن بنتي، شيبس مهبول راعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي تفضلي، شكرا. تصفقي عليها تصفقي عليها، برافو 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 برافو. يا اطفال، واش على بالكم واش هي اجمل هديه تقدر تقدمها للوالدين تاوعك؟ على بالكم واش هي اجمل هديه؟ قرايه، الطاعه، جميل، التربيه الحسنه، النجاح في الدراسة، فوالا. حاجة اللي يطلبوها منكم والديكم هو النجاح في الدراسة، لازم المثابرة. عمو يزيد دالكم أغنية للأطفال اللي ما يديروش الواجبات تاعهم، قول فيها: ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي. برافو. إذن يلا كمل معايا. ويلاتي يا ويلاتي لن أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب.
قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. أعطونا تسويق أحرى عليكم. برافو 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 برافو. يا أحبائي، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. عمو يزيد دلكم أغنية اسمها الخير، نقول فيها هذه الأغنية راح تتغنى لأول مرة هنا. شفتوا عمو يزيد جاب لكم هدية. هذه الأغنية نقول فيها لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس. يا أخي أطفال تحبوا الخير لكاع الناس، هكذا عمو يزيد يحبكم، ديروا الخير وتحبوا الخير. تغنوا كامل معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس. يلا معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن
ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس أعطونا ثقة كبيرة لكم ثقة حرة شكرا 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 لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم أحببناكم لا ننساكم أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع إذن لا تحزنوا يلا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد السلام عليكم نشكر عمو يزيد نشكر قناة شروق بزاف بزاف كي جات ودارتنا هنا في جاردن دي سي شكرا عمو يزيد السلام عليكم أشكر عمو يزيد كل الشكر السلام عليكم شكرا لعم يزيد لفرح دراري وجوزوا عشية في زهاهم مليح مليح وإن شاء الله ربي ينجحهم في الدراري ويوفقوه في عمله ونشكروا قناة الشروق السلام عليكم السلام عليكم أنا نحب بزاف عمو يزيد ونشكر على هذه الحفلة الجميلة شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونشكر شروق تيفي اللي جبتنا هذا عمو يزيد هنا نحبه بزاف بزاف وشكرا نشكر عمو يزيد وبالأخص ماما ومرت خالي جابونا لهذه الحفلة السلام عليكم وتعالى وبركاته نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة الجميلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر عمو يزيد على هذه الحفلة وأشكر قناة شورو أشكر عمو يزيد لهذه الحفلة الجميلة السلام عليكم كانت حفلة بزاف شابة نشكر عمو يزيد ونقول له كملوا دير لنا حفلات بزاف كيما هكا نحب عمو يزيد السلام عليكم نشكر عمو يزيد على هذه الحصة اللي قدمها لنا وانا نحبها بزاف وإن شاء الله يعاودها لنا أنا ضيفكم جيت من أم بواقي